الراجل عارف يلعبنا النهارده تشيرتشوف المدير الفني للمنتخب الروسي دي زوبيا اللي هو رقم 22 ده اللي سجل الهدف او نزل في الدقيقه 70 في مباراه السعوديه. الراجل راح مبدأ وبدا يلعب علينا يمين وشمال يا كابتن زكريا كروسات ماتش راكت ماتش باسكت كله في العالي واحنا مش عارفين يعني نعمل اي حاجه. تعامل الراجل والمدير الفني بتاع المنتخب الروسي هايل في اللقاء ده واللقاء اللي فات. القرايه بتاعته كانت افضل يا كابتن زكريا من قرايه كوبر سواء في ماتش اورجواي او حتى في هذا اللقاء. اسبابه ايه ده من وجهه نظرك؟ طيب نتكلم على الماتش ولا نتكلم على كوبر؟ قول اللي انت عايز تقوله. طيب. ده وقت يعني طيب. ده نتكلم ده وقت على الماتش يعني. نتكلم على الماتش. انا مش متفاجئ لان الاستثناء ان احنا نشوف منتخبنا الشوط الاولاني بيهاجم ويسدد على المرمى. تريزيجيه شاط واحده وصلاح شاط واحده هد لمروان محسن جنب القائم طلعت كورنر. انا شايف ان ده استثناء. دي المفاجاه بالنسبه لي ان اللعيبه بتهاجم. القاعده ان منتخب مصر من اول ما كوبر جه ما بيهاجمش. دي القاعده صحيح. القاعده بتقول في كره القدم او في الرياضه ان الفريق الاحسن بيفوز. الاستثناء ان الوحش هو اللي يفوز. ده استثناء. فالنهارده روسيا كان المتوقع مني ان روسيا هتكون بالشكل ده عشان تتجنب نقطه من اوروجواي. صح. فبالتالي ما عندوش غير الفوز على مصر. لو الناس كانت بتقول ان كوبر واقعي وبيدافع كويس في الماتشات اللي فاتت كلها لا الكلام ده مش مظبوط. لان كوبر عنده ازمه مع نفسه كبيره جدا في إدارة المباريات. ونرجع لنهاية أفريقيا كسبان 1-0 واتغلبت جولين في 10 دقايق ربع ساعة اتغلبت وخرجت ما خدش البطولة. كاميرون فاكر؟ طبعا. لما وصلنا كأس العالم وصلنا ببينالتي مش معقولة استراتيجية كوبر مخطط إن احنا هنوصل ببينالتي لأن احنا كنا خرجنا 1-1 كنا خارجين لولا البينالتي اللي في الوقت الاضافي صلاح جاب. اللي بس كان لسه عندنا فرصه ان احنا هنروح نلعب غدا مش كده؟ الماتشات الوديه انت بتتغلب في اخر 10 دقائق من البرتغال. ما كانش فيها شكل خالص. الماتشات الوديه يمكن افضل ماتش فيهم ماتش البرتغال واخر. لا انا بتكلم على اداره اللقاءات. اداره اللقاءات انا بحدد توقيتات عشان بس بقى. الناس ايه ما تقولش ايه اصله واقعي اصله لا ما نقولش كده بقى. اداء مقبول يعني اداء مقبول. كابتن زكريا دلوقتي سؤال فعايز اوصل للناس عشان الناس يعني ممكن تبقى مش واخده بالها وناسيين يا كابتن حسن. احنا انت كوتش لو انت كوتش انت النهارده تبدا بصراحه لا انت بتلعب عشان تكسب لازم تكون بتفكر ازاي تكسب والراجل واحد جاي من اصابه لا ما بدأش وجاي من فتره انا بعتبرها فتره نقاهه يعني حتى تمرينه كان يعتبر فتره نقاهه لي هو ما اكتملش اللياقه البدنيه بتاعته أيوه. الفنيه موجوده كان واضح في الملعب الفنيه موجوده يعني الفنيه موجوده لكن البدنيه مش موجوده حتى البنالتي حتى البنالتي حارس المرمى كان ممكن في نفس الزاويه لو ما رماش تحت مش كده تحت من فوقيه يعني معذور في الحته دي لازم اخليه صلاح لازم اخليه حتى في البنالتي نعذر صلاح عشان كده كل البليسنج اللي حاطه مش فيهوش الدقه بتاعته اللي احنا متعودين عليه وبالتالي كوبر لو الناس بقى تفتكر انا قلت ايه قبل كده انا طلبت كوبر بعد نهاية افريقيا انه يمشي انا بفصل يا ابراهيم بين النتائج والاداء الناس كلها رايحه على النتائج فمبسوطه ومش واخد بالك من الاداء بس مين يقيم اداء كوبر مفروض فنيا اتحاد الكوره ما بيقيموش خالص لان واضح ان اتحاد الكوره فيه اتنين بس بتوع كوره حازم ومجدي بس الباقي ما يعرفوش يقيموا مفيش تقييم للاداء الفني وده دور اتحاد الكوره مش دوره انه يتعاقد مع مدير فني دوره يقيم اداؤه كمان وهو ماشي ما كانش يقدر يقيله لو اقاله كانت هتبقى ثوره عارمه يعني هو ده الفرق بقى في الثقافه ازاي الراجل هو ده الفرق اصل انا ما خدتش لا انا طلبت من قبل كاس العالم بصراحه ده رايي من قبل كاس العالم طبعا لان انا بعتمد على ايه؟ بعتمد على اني ما يجيش فيها جول وانا وحظي لو جبت
دي مش كرة يعني، مش تفكير. فكوبر نمطي جدا، كلاسيكي جدا، مش جريء، مش عايز اقول بقى لفظ تاني، لا مش مغامر، هو مش جريء. مش مغامر. في كرة القدم في وقت لازم تبقى جريء، ولازم في نسبة مخاطرة. انا يعني النهارده بالعافيه شفنا كروسز للاطراف، الشافعي عبد الشافي وفتحي اتحرروا شويه لوحديهم، انما الماتش اللي فات عمرنا ما شفنا حاجه. يا كابتن زكريا، الماتش ده لو اتعاد 16 مره مع 16 مره منتخب مصر المفروض ما يخسرش. في اسباب انت رصدت اسباب، المناخ العام ده مسؤول عنه اتحاد الكوره وكوبر طبعا. المناخ العام جزء من ارتفاع مستوى الاداء، ده مش موجود. المناخ العام العدل مش موجود في رأيي، مفيش عدل من كوبر في اختياره للعيبة، وده جزء برضو بيتحاسب عليه، لأن العدل جزء من إنك تبقى موفق. عشان تبقى موفق لازم تبقى عادل، وجزء من العدل في اختياراتك. إنما لما أقف على الخط بكلمه إنجليزي أو تعلمت كام كلمة عربي، يا أخي أقعد بره اتفرج اقرا الجيم.